شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم عيوني. ثويني شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج العجيب هو قديم، ولكن يعكس سلبيات وأخطاء تتكرر مع وقت على طول. يعني يمكن أمس سويتوها، يمكن راح تسوونها اليوم اللي بعدكم باكر. ولهذا في هذا البرنامج اكتشف اللي مطلوب منكم هو الاكتشاف. ثويني ضحى بنفسه علشانكم، واليوم راح يطلع لكم بصورة سلبية، يعني راح يسوي أخطاء. اللي مطلوب منكم تكتشفونها، تالي عقب ما تشوفون المشهد أنا راح أرجع وأعطي عليه تعليق صغير ما المطلوب بعد ما اكتشفنا أخطاء ثويني. ترى ثويني حبوب وطيب وخوش وليد، لأنه يحبكم ويعزكم رضا وضحى بنفسه يطلع لكم بالصورة السيئة، لكن هو وايد كثير أفضل مما ترون. تابعوا هذا المشهد وراجع لكم بعدين علق إن شاء الله. هي الحين صرت على سنة 10. ربع بيشوفوني أنا مو شايفين غرفتي. أنا آسف، ما أقصد أضحك عليك يا ثويني، ولكن حرام عليك. أولا خليني أسأل سؤال، من منكم من يتابعنا الآن غرفته كغرفتي ثويني؟ طبعا ثويني منظم مرتب صدقوني، لكنه أراد أن يعكس لكم هذه الصورة حتى يبين لكم بعض البنين والبنات كيف تكون لهم، إن كانت لهم غرف أو أماكن خاصة في البيت كيف هي فوضى. يقول على سنقة 10، يا ثويني أي سنقة 10 الله يهداك؟ الأرض سنقة 7 و3 و2. على العموم ثويني حب أن يبين لكم ما دورنا في الترتيب والنظام، هذا دور مطلوب من البنيني والبنات خاصة في غرفهم الخاصة. فإذا الرسالة واضحة، وبس المطلوب منكم قرار، اتخذوا قرارا الآن وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعينكم على تطبيقه. فثويني يقول لا فوضى إلا الترتيب، ولا عشوائية إلا النظام. فالترتيب والنظام هو أساس يعيش عليه الإنسان مثلكم حتى يكون ناجحا مبدعا في حياته إن شاء الله. ونلقاكم مع لقاء آخر من لقاءات اكتشف أخطاء ثويني. ويني شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم عيوني. ثويني شجوني فهل ترشدوني؟ فأنتم أماني وأنتم عيوني.